Mr. President, can you tell us, sir, Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir? تكاد حملة ترامب الانتخابية لا تفوت أي فرصة إلا وتستغلها لصالحها، إما مادياً أو سياسياً. آخرها ابتسامة بايدن هذه حولها فريق حملة ترامب إلى لقطة دعائية مضادة، أضافوا إليها موسيقى مرعبة ونشروا المقطع واصفين الرئيس الأمريكي المبتسم بأنه وجه الفساد. الحكم نفسه بحق ترامب كأول رئيس بتاريخ أمريكا يدان جنائياً بقضية شراء الصمت لم يكن مردودها المادي على الأقل سلبياً، فحملته الانتخابية استغلتها واستطاعت خلال 24 ساعة فقط من صدور الحكم على جمع تبرعات وصلت إلى أكثر من 53 مليون دولار. أحداث مهمة سابقة درت على حملة ترامب الملايين، أشهرها صورته الجنائية التاريخية، فرغم ظهوره بها متذمراً إلا أنه استغل تعطش الملايين حول العالم لرؤيتها، نشرها على منصته إكس وشاهدها أكثر من 290 مليون شخص، ثم باتت مطبوعة على القمصان والأكواب والقبعات وسط إقبال كبير من مناصريه لشرائها.